بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار كابتن عادل تيمه منورنا يا كابتن النهارده. الله يخليك. وكابتن اسامه عرب منورنا كابتن. الله يخليك. هنروح سريعا الان الى الصاله المغطاه بالجزيره بالنادي الاهلي لمتابعه احداث مباراه بتقام النهارده بمناسبه احتفالات اكتوبر بين نجوم قدامى النادي الاهلي، فالى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصالة المغطاة بالنادي الأهلي بالجزيرة واحتفالات نصر أكتوبر النهاردة، مجلس إدارة النادي الأهلي في وجود الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، ومباراة لقدامى ونجوم الألفية الجديدة وجيل السبعينات والثمانينات والتسعينات اللي هنشوفهم النهاردة في مباراة استعراضية. نتمنى ان هو يكون يوم رياضي جميل. ادي نازل قدامنا الكابتن سمير محمود عثمان حكمنا الدولي السابق، ومعاه الكابتن شريف صلاح الدين حكمنا الدولي السابق، ونجوم الاحمر والازرق. هنقول كل اللعيبة هنا وهنا اللي هيلعبوا النهاردة المباراة الاستعراضية، هنقول نجوم الأزرق ونجوم الأحمر. كابتن زكريا ناصف مع نجوم الأحمر، كابتن وليد صلاح الدين والكابتن أحمد السيد، محمد عمارة، أسامة حسني، ومعاهم الحارس أحمد فوزي، معتز إينو. هنقول كل التشكيلة كده، والكابتن عادل مصطفى. الناحية الثانية النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، كابتن طارق سليمان، كابتن محمد يوسف، هشام حنفي، خالد بيبو، كابتن اسلام الشاطر، ياسر ريان، شريف عبد الفضيل، واحمد صديق، وشادي محمد، ومعاهم امير عبد الحميد حارس النادي الاهلي السابق، وحسين شكري نجم النادي الاهلي اللي كان منتقل من الترسانه في مطلع التسعينيات. كل الامنيات الطيبه بمباراه تفكرنا بنجوم الكره الكبار اللي قدامنا، اسماء ثقيله على مر الاجيال. وبعيد لحضراتكم مره ثانيه ان النادي الاهلي النهارده دوره الوطني الكبير باحتفالات نصر اكتوبر، الصاله المغطاه اللي بتستضيف مباراه اليوم. ادي الكابتن سمير محمود عثمان والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن زكريا ناصف، اثنين من نجوم السبعينات والثمانينات، سواء الكابتن شريف الشهير بترافولتا الكره المصريه، والناحيه الثانيه الكابتن زكريا ناصف اللي هيقود التشكيله والفريق الاحمر. زي ما قلت لحضراتكم، كل لعيب ليه سيره ذاتيه وليه تاريخ كبير مع القلعه الحمراء، سواء اللي بدأوا من قطاع الناشئين لغاية الفريق الأول، أو اللعيبة اللي انتقلوا من الأندية على مر الأجيال. هنتكلم على كل واحد من اللي موجودين، وأعيد لحضراتكم التشكيلة مرة تانية. أحمد فوزي هيكون حارس الفريق الأحمر، ومعاه محمد عمارة، بلال، أحمد السيد، زكريا ناصف، عادل مصطفى، وليد صلاح الدين، والمعتز بالله إينو. الناحية التانية طارق سليمان حارس مرمى النادي الأهلي في التسعينات، 10 سنين لطارق مع المقاولين العرب، ومدرب حراس النادي الأهلي الأكثر من 10 مواسم. ومعاه بقى النجوم خالد بيبو، محمد يوسف، هشام حنفي، حسين شكري، إسلام الشاطر، ياسر ريان، وشادي محمد، وصديق، شريف عبد الفضيل، وأمير عبد الحميد هيكون حارس موجود برضو مع تشكيلة الأزرق. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. تحيا مصر
تحيا مصر، تحيا مصر. هنبدأ مع بعض المباراة الاستعراضية. الفريق الأزرق قلنا التشكيلة لحضراتكم من دقايق، والفريق الأحمر هنقول مرة تانية وتالتة، إنما إن شاء الله نتمنى مباراة تفكرنا بنجوم الزمن الجميل. قلت لحضراتكم من الأجيال كلها موجودين النهاردة، سواء جيل السبعينات، جيل الثمانينات، وجيل التسعينات، وأيضا لعيبة من جيل الألفية الجديدة بداية من 2001. كابتن طارق سليمان في حراسة مرمى الفريق الأزرق، وبيسخنوا كده أمير عبد الحميد، ومعاهم بقى تاني محمد يوسف، خالد بيبو، هشام حنفي، إسام الشاطر، شريف عبد المنعم، والناحية التانية أسامة حسني مع زكريا ناصف، وليد صلاح الدين، أحمد بلال، وأحمد السيد، وفي المرمى موجود أحمد فوزي. كل الأمنيات الطيبة بمباراة تليق النهاردة بالاحتفالات الكبيرة اللي بيعملها النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وموجود السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، الأستاذ خالد الدرندالي، الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، ادي الكابتن زكريا ناصف مدعبة بقى مع بيبو زميل الملاعب النجم الكبير ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وقلت لحضراتكم النهاردة كل أسرة النادي الأهلي بتحتفل بانتصارات أكتوبر إن شاء الله على طول في انتصارات واحتفالات. هنبدأ مع حكمنا الدولي السابق سمير محمود عثمان المباراة، خلاص على الاستعداد وليد صلاح الدين وزكريا ناصف وبلال وأسامة حسني وأحمد السيد. بره هنلاقي بقى أكتر من لاعب هيعملوا تبديلات الأوقات اللي جاية. استلام من إسلام الشاطر، يعدي بيها يا ولد يا لعيب، ويمشي ويقرب من أحمد السيد، واحد والتاني خطيرة، إنما تطول من إسلام، وأول محاولة هجومية كده. طبعا اللعيبة هتكون حنينة على بعض، مش هنلاقي التحامات كتير، وفيهم مبطل من فترة كبيرة. إنما نشوف أسامة حسني بيقابلوا شريف عبد المنعم ومحمد يوسف، يلعبها لزيكو، زكريا ناصف تمريرة مقطوعة، إسلام الشاطر إلى شريف عبد المنعم، عاوز يعملها بوش رجله، بلال يقطع، وليد يا ولد خطيرة، إنما برافو يا طارق يا سليمان، برافو يا طارق، أول هجمة شرسة للفريق الأحمر بكعبه، مفيش أحلى من كده، وليد ومهارة وليد. إنما زكريا من الزاوية الضيقة ممكن أسامة حسني ينزل عليها طارق سليمان، اختبارين لطارق سليمان يتفوق على دفاعات واللعيبة اللي هجمت في اللعبة اللي فاتت سواء وليد صلاح الدين أو بلال. يرجع تاني هشام حنفي عند محمد يوسف، واحد من اللي تولوا الإدارة الفنية محمد يوسف لنادي الأهلي، خد معاهم بطولة أفريقيا. وليد يستلم، وليد والله زمان يا وليد، أمير الموهوبين وليد، ده كان حكاية، اللي اتفرج على وليد في التسعينات كان يرقص لك 10 لعيبة في الملعب ويطلع المدرجات يرقص كمان الجماهير. ترجع لورا أحمد السيد، واحد من مدافعي الألفية الجديدة للنادي الأهلي، الدكتور أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي ومسيرة بقى مع أكتر من نادي بعد كده، أحمد فوزي مقطوعة تاني، بلال، أحمد بلال تمريرة لوليد صلاح الدين، يستلم وليد، ضاغط عليه محمد يوسف وجاله خالد بيبو، أسامة حسني بوش رجله، مازال الأحمر هو اللي بيهاجم، طارق سليمان هو اللي هيبدأ الهجمة، طارق ماشي ومعدي، طارق سليمان خطير، خالد بيبو، جول جول جول، خالد بيبو الهدف الأول، الأزرق يتقدم على الأحمر بعد أقل من 3 دقايق. أدي الجماهير على طول تتفاعل مع خالد بيبو، 1-0، رغم إن الفريق الأحمر هو اللي هاجم وهو اللي ضيع مرتين، ولكن بيسجل خالد بيبو للأزرق، واحد الأزرق لا شيء الأحمر. أحمد بلال هيعمل إيه؟ زكريا ناصف وبلال ووليد صلاح الدين وأسامة حسني، 4 من اللي لعبوا فراودة للنادي الأهلي موجودين في تشكيلة الأحمر، مع مدافع وحيد أحمد السيد، أمامية من زكريا الوليد وليد صلاح، إنما برافو يا محمد يا يوسف، برضو واحد من المدافعين اللي اشتغلوا كويس قوي سواء كمساك أو باك شمال في جيل التسعينات، محمد يوسف، وليد صلاح الدين. طبعا لازم نتكلم على اللعيبة اللي قدامنا، الجماهير اللي بتتابع على شاشة الأهلي النهاردة، في كتير ما شافوش بعض النجوم وهم في الملعب، حتى لو اللقاءات موجودة على اليوتيوب، إنما ادي تسديده من وليد صلاح اللي عاوز يخطف، تطلع بره الى ضربه مرمى، طارق سليمان بينادي لحد من زمايله، اسلام الشاطر يستلم، قصيره حلوه لخالد بيبو، هشام حنفي نزل الملعب، هشام
موجود. ادي وليد خطير خطير، هيدي ايه سمير محمود عثمان، يدي ركله جزاء لصالح الفريق الاحمر. هنشوف فاول من جوه ولا ركله جزاء. انما مباراه مثيره، بدا بقول لحضراتكم الاحمر الهجوم، انما فاجئنا خالد بيبو بجون، وبعدها على طول بيرد اهوت وياخد فاول من مكان قريب ومكان كويس قوي وليد صلاح الدين. ثلاث لعيبه قدام الكوره، اسلام الشاطر وبيبو وهشام حنفي، طارق سليمان. طبعا الملعب الصغير ده يا جماعه اصعب من الملعب الكبير، المساحات كلها صغيره. ادي احمد بلال، استلم بلال الى وليد صلاح، عاملين منطقه دفاعيه بشكل كويس. اسلام الشاطر وشريف عبد المنعم وهشام، يقطع هشام حنفي، هشام عاوز يلعب لخالد بيبو، انما يطلع ويقراها كويس قوي. برافو يا احمد يا فوزي الى اسامه حسني، اربعه على واحد، اسامه، زكريا، بلال، زكريا ناصف. خطيره مش ممكن اللي فاتت، بقى ده اسمه كلام، بيعملوا كل حاجه في الكوره الفريق الاحمر، ولكن تمركز دفاعي جيد لمحمد يوسف واسلام الشاطر. هنا العناصر الدفاعيه اكتر، موجود محمد يوسف مع الازرق، موجود اسلام الشاطر، زكريا ناصف تاني، انما عاوز يعدي بيها وليد صلاح الدين، بيعطل كده طارق سليمان، يلعب على طول طارق لخالد بيبو على الارض. محمد يوسف يستلم، بينادي لاسلام الشاطر، يسلمه فعلا ليوسف من جديد، ثلاث نقلات حلوين قوي، شريف عبد المنعم، انما طويله عليه وتبقى بره الى رمي التماس. هيلعب على طول احمد فوزي، زكريا ناصف، اشهر اهداف زكريا ناصف جون في مرمى الزمالك في الثمانينات حاجه كده، في الدقيقه 89. وليد صلاح الدين يستلم بوش رجله الخارجي، انما يراها كويس قوي. هشام حنفي ياخدها تاني، اسامه حسني، يا ولد، لبلال، لاسامه، يا سلام على الروقان، اسامه حسني، انما طارق سليمان يمسكها. طلع كورتين كويسين قوي طارق سليمان، انما بقول لحضراتكم العناصر الهجوميه فارقه مع الفريق الاحمر، اللي قلت موجود اسامه حسني وبلال وزكريا ناصف ووليد صلاح الدين، اربعه كانوا بيلعبوا في المناطق الهجوميه وهم في الملعب. الناحيه الثانيه يوسف واسلام الشاطر اثنين مدافعين، هشام حنفي كان بيلعب في وسط الملعب، كابتن شريف عبد المنعم كان بيلعب هاف متقدم او وينج كده، سواء ناحيه الليفت او الرايت. وخالد بيبو بقى واحد من اهم مصممي الهجمات في الكره المصريه، تتلعب على طول لخالد بيبو، هيمشي بيها بيبو، بيبو وبلال، شريف عبد المنعم عاوز يحطها تاني بسن الجزمه لبيبو، انما تطلع بره. احمد بلال راجع يقدم خدماته الدفاعيه، احمد السيد ماشي بيها، احمد السيد عاوز يلعب بسرعه قبل ما يرجعوا يغطوا الفريق الازرق، انما جامده بره الملعب. موجود بقى على الدكه بره لعيبه كتير، موجود حسين شكري، امير عبد الحميد، ياسر ريان، شريف عبد الفضيل، احمد صديق، شادي محمد، والناحيه الثانيه المعتز بالله اينو ومحمد عماره. كل الاسماء دي هنشوفها ان شاء الله في المباراه الاستعراضيه اللي قدامنا، اللي بفكر حضراتكم مجلس اداره النادي الاهلي احتفالاته بنصر اكتوبر النهارده في الصاله المغطاه في النادي الاهلي بالجزيره. يا ولد يا لعيب، جول جول جول، شادي محمد مع اسلام الشاطر، ثنائيه للازرق عن طريق خالد بيبو وبعدين اسلام الشاطر، 2-0. بقول لحضراتكم مباراه حلوه، الجماهير اللي موجوده متمتعه بالاداء، حتى لو بعض اللعيبه كده طبيعي جدا يكون فيهم تقال في الحركه، انما بيشتغلوا بشكل كويس قوي. نزل دلوقتي مع الاحمر عادل مصطفى والمعتز بالله اينو، معتز اينو وعادل مع تشكيلة الأحمر. أحمد السيد يستلم إلى أسامة حسني، وليد صلاح الدين قدام، إنما ممسوك مان تو مان محمد يوسف، ياخدها أسامة، تسديدة جامدة ولكن خارج الملعب. بره الملعب محاولات هجومية لأسامة وبلال وليد صلاح الدين، طارق سليمان ضغط عليه، بيغلط وليد صلاح الدين، يمسكها طارق سليمان، إنما يدي فاول سمير محمود عثمان. والله زمان كابتن سمير محمود عثمان حكمنا الدولي السابق، موجود بيحلل في القنوات دلوقتي الفضائيه كابتن سمير، وقلت كلهم مجموعه من النجوم سواء على مستوى اللعب او التدريب او التحليل في الفتره الاخيره. محمد يوسف يدي قرار سمير عثمان، طلعت منه خارج الخطوط الى رمي التماس ولا مدي فاول، ادي بيرجع الكره مكانها تاني حكمنا سمير عثمان. وليد صلاح الدين تخبط، اماميه هناك، هشام حنفي يضغط على عماره يغلطه،
خدها هشام حنفي يقلبها على المغمض على ان حد اتحرك له في الجبهه اليمين، ولكن الى خارج الملعب بدا النشاط يقل شويه. اللعيبه كانت نازله اول خمس دقائق عندهم نشاط هجومي سواء هنا او هنا، وهتبدا كل ما الوقت يمر. بقول لحضراتكم طبعا معظم اللعيبه معذورين بعاد عن المستطيل الاخضر، ولكن قلنا مباراه النهارده استعراضيه بنفتكر بيها نجوم الكوره للنادي الاهلي في حضور مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب والسيد العمري فاروق، الاستاذ خالد الدرندالي، الاستاذ طارق قنديل. تتلعب الكره تاني، معتز باللاقينه يجي له اسامه حسني يسلمها له، اتحرك معاه شادي محمد، مقطوعه من هشام، برافو يا ولد يا لعيب، الى خالد بيبو اللي رجع لورا عشان يهرب ويلعبها اماميه في اتجاه شادي، عاوز حنينة شويه من خالد بيبو، انما بيحييه شادي محمد بيقول له مفيش مشكله. احمد فوزي من جديد يا ولد يا عماره، يغمزها بحرفان عماره الى معتز اينو، وليد صلاح الدين اللي عاوز يرقص وياخد محمد يوسف، اتنين من جيل واحد، اسامه حسني عرضيه، شادي محمد يرجع ويخلص على طول الموقف الدفاعي بره الملعب الى رمي التماس. طبعا في الكره الخماسي بنقول عليها ركله تماس، ركله تماس، اسامه حسني يرجع لورا، احمد فوزي جاي عشان يبدا هو الهجمه، يسيبها اينو لمحمد عماره، عادل مصطفى يقرب منه، معتز اينو بيتحرك عشان يفتح مساحه، فعلا يلعب لاينو، اسامه حسني فاتح له على جنب، وليد صلاح الدين، وليد، اسامه خطير خطير، انما يحط رجله هشام حنفي ويطلع بره. بيدافعوا كويس قوي لعيبه الازرق، متقدمين بجون ليه خالد بيبو، والجون الثاني كمان لاسلام الشاطر، ثنائيه للازرق على الفريق الاحمر. المباراه الاستعراضيه اللي بيستضيفها النادي الاهلي في الصاله المغطاه بالجزيره. معتز اينو، اسامه حسني، خطيره ممكن اسامه يرجع بيها لوليد، يا ولد يا لعيب، انما هشام حنفي يطلعها، يا ولد يا هشام، يطلع من تحت الارض ويحل المشكله الدفاعيه لفرقته. انما هجمات في منتهى الخطوره لتشكيله نجوم الاحمر، ولغايه دلوقتي التوفيق من نصيب طارق سليمان وزمايله اللي محافظين تماما على النتيجه. الجونين اللي جابوهم خالد بيبو واسلام الشاطر، معتز باللاقينه، وليد صلاح الدين لاسامه حسني، انما تخبط في اسامه، شادي محمد يحلق عليها وتاخر شويه، محمد يوسف يلحق قبل ما تطلع بره الى تماس، معتز باللاقينه، ولكن تروح لطارق سليمان. طارق سليمان ما شاء الله، طارق سليمان محافظ على الستايل بتاعه، والراجل تحس ان هو ممكن يلعب دلوقتي. طارق سليمان 48 سنه، حارس مرمى النادي الاهلي لغايه بدايه التسعينات، 10 سنين مع نادي المقاولين العرب، ثم مدرب حراس الاهلي لاكثر من 10 مواسم. وليد صلاح خطيره، انما في الشبكه من بره الى ضربه مرمى. مباراه حلوه، متمتعين سواء من تشكيله الاحمر او الازرق اللي متقدمين بجونين رغم السيطره النسبيه للاحمر، انما مش قادرين يسجلوا. يا ولد يا لعيب يا طارق، يطلعها طارق من عادل مصطفى اللي عملها بذكاء وحرفنه، كان عاوز يعمل تشيب من فوق طارق سليمان، تسديده تاني من عادل، انما مقطوعه، الانطلاقه موجوده، اسلام الشاطر الى شادي محمد، جاي له احمد صديق، نزل احمد صديق رقم 8 لاعب النادي الاهلي في عصر مانويل جوزيه، واحد من الباكات اليمين اللي قدمه مردود طيب احمد صديق. تتقطع الكره تاني من معتز اينو، ولكن ضربه حره بيعطله محمد يوسف، ياخده معاه فاول، فاول لصالح الاحمر اللي رجع للتشكيله تاني. زكريا ناصف جنب عماره، عماره هو اللي مرر الى عادل مصطفى لزكريا، معتز باللاقينو عاوز يدور كده يشغل رجله الثقيله، عادل مصطفى يا ولد يا لعيب، انما ياسر ريان رقم 10 يعمل بلوك قدامه، برضو واحد من اللعيبه الحريفه اللي انتقل في مطلع التسعينات من نادي المنصوره، ياسر ريان في تشكيله النادي الاهلي كان واحد من اللعيبه المهمين جدا في الوقت دوت. زكريا ناصف، ياسر ريان يقطعها، ياسر بيكمل بقى المسيره بتاعته، احمد ياسر ريان المعار للدوري التركي دلوقتي، نتمنى له كل التوفيق. عادل مصطفى من جديد، عادل حطها بسن الجزمه، زكريا ناصف هناك فاتح له في الجنب الشمال، اينو واقف على الايمن البعيد، انما صعب قوي، وقلنا المساحات ضيقه. محمد عماره، زكريا خطير، طارق سليمان كالعاده هو اللي يحل كل المشاكل لفرقته. اسلام الشاطر يلعبها على طول عند شادي محمد، انما تطلع بره، تدخل من احمد السيد،
ركلة تماس شادي إلى إسلام الشاطر، شريف عبد الفضيل، شريف، صديق لشريف. هتلاقي مجموعات النهارده موجوده، كانوا موجودين مع بعض في تشكيله النادي الاهلي لما كانوا في الملعب، يعني صديق، شريف عبد الفضيل، بلال، اسلام الشاطر لحق الجيل ده، شادي محمد طبعا، عادل مصطفى، انطلاقه لعادل، محمد عماره الى عادل مصطفى، زكريا ناصف، هجمه اربع لعيبه، ارتد اربعه ازرق معاهم، يا ولد شريف عبد الفضيل يقراها كويس قوي، خد معتز زينه وطالع لقدام، اسلام الشاطر بكعبه، يا ولد يا لعيب، خطيره، انما احمد فوزي يحل على طول، وحلوه حلوه اللي فاتت دي، كعب مفيش احلى من كده من اسلام الشاطر اللي عامل النهارده دور هجومي، رغم ان بقول لحضراتكم واحد من افضل اللعيبه اللي اشتغلت في الجبهه اليمين الدفاعيه اسلام الشاطر، انما كان عنده النزعه الهجوميه وهي دي اللي بتساعده طبعا في الملعب الخماسي. محمد عماره لعادل مصطفى، زكريا ناصف حب يلعبها وان تاتش كده محدش كمل معاه، طارق سليمان اللي نجح النهارده ان هو يطلع ثلاث اربع كرات في منتهى الخطوره، ادي شريف عبد الفضيل، بنقرب من نهايه الشوط الاول في المباراه الاستعراضيه في صاله النادي الاهلي بالجزيره، احتفالات نصر اكتوبر المجيد، مجلس اداره النادي الاهلي واحده من واجباته الوطنيه اللي بيأديها على اكمل وجه، ادي خالد بيبو بكعب رجله انما مقطوعه تاني، معتز زينو، ياسر ريان، بقى في لعب حلو قوي وشغل في الملعب، خالد بيبو خطيره، خطير لشريف عبد الفضيل لسه، انما القايم كان هيبقى ثلاثه لصالح الازرق، انما القايم يقف مع احمد فوزي، تطلع بره صفاره سمير عثمان وركله تماس لياسر ريان، طارق سليمان، استلام من شادي محمد جاي له عبد الفضيل اللي كان طالع وزايد في الهجمه اللي فاتت الى احمد صديق. بكرر لحضراتكم المجهود البدني الكبير اللي بيتعمل في ملعب الخماسي، حتى احنا في التعليق بنجري ورا الكوره لان التمريرات قصيره وسريعه، اللعيبه بتتنقل من الحاله الدفاعيه للمواقف الهجوميه في اقل وقت. ادي عبد الفضيل، صديق بيطلب منه الكوره يقطعها اسامه حسني، برافو يا ولد يا لعيب، احمد السيد تاني قصيره لاسامه، لاحمد السيد على شماله، خطيره يا ولد يا ولد يا اسامه يا حسني يا ولد يا طارق يا سليمان، ياخدها خالد بيبو، خالد بيبو برضو من اللعيبه اللي محافظه على الستايل بتاعها، خالد بيبو، ياسر ريان، طارق سليمان، ادي تمريره اماميه، اكتر من لعيب في الملعب احمد صديق، اللعيبه اللي ما زادتش يعني قوي وده بيساعدها في الجري والسبرنتات اللي بيعملوها، معتز باللاقينه برضو وزنه مش بطال على لعيب مبطل من فتره، شريف عبد الفضيل وشادي محمد، ياسر ريان اماميه، صديق ممكن الثالث، ممكن الثالث، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام يا صديق، حلوه الهجمه، صديق حط وش رجله ولكن بجوار القايم، حسين شكري نزل مكان شادي محمد، ادي حسين شكري كان جه مع علي ماهر كده في فتره التسعينات، طارق سليمان كالعادة يتألق طارق سليمان، تسديدة جامدة من عادل مصطفى ولكن طارق قافل الزاوية حلوة قوي، جامدة خطيرة، جول جول جول، يعني كل الكرات الصعبة قدر طارق سليمان وكرة طايشة يسجل منها الأحمر الهدف الأول، 2-1 في مباراة جيدة بين نجوم الأحمر ونجوم الأزرق اللي متقدم فيها خالد بيبو وإسلام الشاطر على الفريق الأحمر، 2-1 2-1. ياسر ريان يستلم، حسين شكري يرجع لطارق سليمان اللي قلت لحضراتكم طلع كل الكرات الصعبة اللي جه بيها بلال ووليد صلاح الدين وأسامة حسني ومعاهم عادل مصطفى، ولكن كورة عدت كده من فوق طارق بعد ما كان قافل الزاوية القريبة، خالد بيبو يا ولد بصباع رجله الكبير، شريف عبد الفضيل والله زمان يا شريف، تسديدة إنما برافو أحمد فوزي رغم الجنين انما متألق زي ما اتكلمنا على طارق سليمان بالظبط، مسيره كبيره لاحمد فوزي على فكره مع انديه الدوري الممتاز بعد رحيله من النادي الاهلي، كانت اكتر محطه ليه مع حرس الحدود وبتروجيت، بتكلم على احمد فوزي، اسامه حسني خطير، بلال، بلال بكعب رجله اسامه، خمسه على خمسه، عاوز يحطها كده في الزحمه،
إنما في الشبكة من برة إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، هجوم مازال موجود من الأحمر، وصفارة نهاية الشوط الأول الأزرق متقدم بجونين عن طريق إسلام الشاطر وخالد بيبو مقابل هدف أحمد بلال اللي عدت من فوق طارق سليمان. استراحة كده صغيرة قوي هنرجع فيها بقول لحضراتكم على مقدمات المباراة النهاردة اللي اتكلمنا عليها، احتفالات نصر أكتوبر المجيد اللي مجلس إدارة النادي الأهلي عامل يوم رياضي هنا في مكانه الرئيسي بالجزيرة. الصالة المغطاة بتستضيف مباراة استعراضية إن شاء الله، في تكريم بعد كده لأسر الشهداء والمحاربين القدامى، موجود الكابتن محمود الخطيب، موجود السيد العمري فاروق. هنروح للكابتن أيمن شوقي في الاستوديو وهنرجع مرة تانية لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني. تحياتي محمد عفيفي، إلى اللقاء. شكرا للزميل العزيز محمد عفيفي. الكابتن عادل، طبعا ذكرى حرب اكتوبر المجيده ذكرى غاليه علينا جدا 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 جميعا كمصريين. ما فيش شك طبعا لازم نحيي اسر الشهداء والناس المصابين ونقول للشعب المصري الف مبروك. كانت ملحمه الحقيقه ما بين الشعب والجيش والشرطه، وبرضه من الحاجات اللي لا يمكن يعني الواحد ينساها ان في اثناء الحرب 73 لم تحدث حاله سرقه واحده. صحيح. في مصر. صحيح. وعمليه الخداع والضباط المميزين في تاريخ مصر الحقيقه قدروا ان هم يتغلبوا على معظم المخابرات اللي موجوده في العالم ووهمت العالم كله ان ما فيش حرب. فطبعا دي كلها امور كلنا بنفخر بيها. مش هنكمل كلامنا ان شاء الله يا كابتن، بس نروح سريعا لملعب المباراه ونتابع احداث الشوط الثاني. مرة تانية عشاء ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، مباراة قدامة ونجوم النادي الأهلي، المباراة الاستعراضية في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد. الأزرق والأحمر، تسديدة جامدة من عادل مصطفى، رجعنا لكم مرة تانية. أول دقيقة من الشوط الثاني حسين شكري بيسجل جون للفريق الأزرق عشان تبقى النتيجة 3-1، يبقى 3 الأزرق، خالد بيبو وإسلام الشاطر وحسين شكري، وأحمد بلال الناحية الثانية هو اللي سجل هدف الفريق الأحمر. آدي بلال يستلم، بلال جنبه محمد عمارة، نزل شريف عبد المنعم مرة تاني مع الفريق الأزرق. محمد يوسف في المنطقة الدفاعية من قدام أمير عبد الحميد اللي نزل مكان طارق سليمان. بقول لحضراتكم من كل الأجيال، بداية من جيل السبعينات والثمانينات، جيل السبعينات والثمانينات كابتن كورتين في الملعب، لازم الكابتن سمير عثمان هيوقف اللعب، حد كده شاط كوره اثناء بدايه الهجمه مع خالد بيبو، هيرجع تاني حكمنا الدولي السابق الكابتن سمير عثمان. واحنا بنتكلم على النجوم اللي موجودين النهارده ومقدمين لغايه دلوقتي مباراه مستمتع بيها الحضور هنا في الصاله المغطاه. خالد بيبو، خالد بيبو يا ولد يا لعيب بسن الجزمه، جول يا بيبو، بيبو بيبو بيبو، 4-1، نتيجة تقيلة، نتيجة تقيلة. الأزرق على الأحمر، خالد بيبو جونين، إسلام الشاطر جون، وحسين شكري، والناحية الثانية أحمد بلال. يبقى 4-1، تقلت النتيجة على بلال وزكريا ناصف وعمارة وأحمد السيد وعادل مصطفى اللي موجودين مع تشكيلة الأحمر دلوقتي. ترجع تاني لأحمد السيد يلعبها لزكريا ناصف، أحمد بلال، حلوة الهجمة، محمد عمارة ممكن، انما امير عبد الحميد يطلع ويمسكها، عاوز يلعبها بسرعه امير لخالد بيبو، جامده تطلع الى تماس، ركله تماس، محمد عماره، زكريا ناصف يلحقها قبل ما يضغط عليه اسلام الشاطر، رجع تاني الشاطر جوه الملعب، احمد بلال، عادل مصطفى رجله تقيله، لو اتلم على واحده هتلاقي مدفع في مرمى امير عبد الحميد، انما مش مدينه مساحه. تاني احمد السيد، محمد يوسف ياخدها ويلعبها الريان، احمد السيد يا ولد يا لعيب، احمد السيد الى عادل مصطفى، عادل مصطفى، عادل لاحمد بلال، انما يحلق عليه الكابتن شريف عبد المنعم، كتر خيره والله الكابتن شريف، بسم الله ما شاء الله، الراجل موجود وبيقدم
لمسات ولمحات مع نجوم الاجيال اللي جت بعده بفترات كبيره، ربنا يديه الصحه. طبعا اللعيبه اللي قدامنا دي كلها بقول لحضراتكم مدربين محللين في جميع المناصب بقى على المستوى قلنا الاداري والفني، انما بيجتهدوا الكابتن بيبو كابتن محمود الخطيب في المقصوره، واحد يقول لك يمكن ارجع العب تاني ولا حاجه، كابتن الخطيب موجود. طبعا لعيبه كلها ليها تاريخ كبير، احمد السيد الى زكريا ناصف، زكريا ياسر ريان ويوسف قافلين عليه، انما عاليه عاليه من بلال تخبط وهي طالعه وياخد معاها ركنيه، ركنيه للاحمر. زكريا ناصف هو اللي هيلعب، زيكو يرجع لورا، عادل مصطفى صاحب المحاولات الهجوميه، اسلام الشاطر واقف قدامه لاحمد بلال، احمد بلال عاوز يعملها بعرض الملعب لعماره، انما ترجع تاني عند احمد السيد اللي بيلم ورا الفرقه، حلوه لعادل بحرفنه كده قلبها بوش رجله، انما مش عايزه تمشي معاه عادل مصطفى، ولكن قرب من التسجيل. في لعيبه كده تقعد تضيع او تبقى غير موفقه مرتين ثلاثه وبعد كده يسجل، هتيجي معاه دلوقتي عادل مصطفى. اربعه الازرق واحد الاحمر، خمس تجوان حلوين اتمتعنا بيهم اثناء اللقاء الاستعراض النهارده. زكريا ناصف الى عادل مصطفى، تسديده ولكن عاليه بعيده خارج المرمى. امير عبد الحميد على مهله لسه بيدور، خالد بيبو بيشاور له فعلا يلعبها له، بيبو اسلام الشاطر فاتح له وشادي محمد، اتلخبطت الكوره كده عند بيبو، عاوز منها لمسه يد وفعلا قرار بلمسه يد بعد مشاور الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن سمير محمود عثمان يدي قرار بلمسه يد، اسلام الشاطر وجنبه شريف عبد المنعم وشادي محمد، ورا لمحمد يوسف طويله اماميه عند شادي يوقفها على وش رجله شادي محمد، عرضيه جامده قوي عند خالد بيبو، الفكره كويسه ولكن جامده. قلنا حساسيه التمرير في الملعب الخماسي عاوزه لعيبه ايه ليل نهار بتلعب كوره. محمد يوسف، خالد بيبو، يوسف خطير، انما يا ولد يا فوزي يا ولد يا فوزي، رغم الاربع تجوان بقول لحضراتكم احمد فوزي طلع اكتر من اربع خمس كرات. ادي اسلام الشاطر، اسلام يستلم يرجع تاني عند شريف عبد المنعم، شادي محمد يقرب منه متقمص دور كده المناطق الهجوميه، شادي محمد وبيزيد ويطلع لقدام. معظم اللعب في الخماسي هتلاقي واحد او اتنين بيدافعوا والباقي لازم يكونوا عنده الحته المهاريه اللي يزيد ويكمل بيها، عشان كده شفنا النهارده سواء شادي محمد مع الازرق او احمد السيد مع الاحمر بيطلعوا لقدام ويتحرروا. ادي احمد السيد طالع اهوت قدام منطقه جزاء امير عبد الحميد، بره الملعب الى تماس، ركله تماس، احمد صديق هيلعب، محمد يوسف يستلم، شادي محمد، شادي لسه ما حدش ظهر له، قريب منه شريف عبد المنعم، تمريره في مساحه ضيقه خلاص صديق يا ولد يا لعيب، عاوز يحطها تاني لشريف عبد المنعم، يطلع احمد فوزي وهو اللي هيبدا الهجمه، فوزي وزكريا ناصف هناك عند عماره، انما يراها كويس، برافو يا شادي، ويطلعها بره الى تماس. عادل مصطفى، عادل، احمد السيد جنبه، حلوه خطيره خطيره، انما محمد يوسف قبل ما يتلم عليها زكريا ناصف، هجمه مرتده ممكن الجون الخامس، شريف عبد الفضيل، شريف واحمد السيد، شريف قفل عليه احمد السيد، عطله لاحمد صديق، عاوز يحطها لخالد بيبو ولكن معاها ضربه حره وفاول بعد التدخل اللي عمله احمد السيد. شادي محمد يستلم مره ثانيه الى محمد يوسف، جامده من محمد يوسف على عبد الفضيل، تطلع بره خارج الخطوط، عادل مصطفى يلعبها لاحمد فوزي، اربع تجوان بيبو واسلام الشاطر، حسين شكري من نصيب الازرق، هدف وحيد للاحمر وضربه حره، بقى في فاولات كتير، اللعيبه خلاص مش قادره تجري، يبقى الالتحامات هتكون كتيره. وليد صلاح الدين، امير عبد الحميد تخبط في ايده وتطلع بره الى ركنيه، ركنيه لصالح احمد السيد، ونزل لهم وليد صلاح الدين عشان يكمل الوقت اللي جاي. عادل مصطفى، وليد صلاح لعادل، عادل معاه عبد الفضيل، بيزعق اللعيبه عاوزين قرار بركل الجزاء. خالد بيبو، شادي محمد بكعب رجله، عبد الفضيل، احمد فوزي، برافو يا ولد يا لعيب، كانت جمله حلوه قوي، ثلاث اربع نقلات
تيكي تاكا على طريقة الأزرق اللي عملوها لغاية مرمى أحمد فوزي. صديق خالد بيبو لصديق يا ولد بكعبه، شادي جول 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 يا ولد يا لعيب. ادي شادي محمد رايح كده على الكابتن محمود الخطيب، موجود ومشرف قيادات القوات المسلحة في مقصورة الصالة المغطاة. بمناسبة الصالة المغطاة بنهني فريق السلة للنادي الأهلي، أول بطولة عربية في تاريخه بعد فوزه على فريق الكويت الكويتي، ألف مليون مبروك. تتلعب الكرة إلى عادل مصطفى، شريف عبد الفضيل إنما جامدة على خالد بيبو بره الملعب. معتز إينو يلعب معتز لأحمد السيد إلى المعتز بالله إينو، أسامة حسني جامدة التسديدة واقف قدامه عمل له بلوك محمد يوسف، ياخدها تاني خالد بيبو لأحمد صديق، إسلام الشاطر عاوز يعدي بيها، تدخل من عادل مصطفى وضربة حرة لصالح الأزرق. محمد يوسف من جديد، عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، اسلام الشاطر بكعب رجله، اسلام ما راحتش لحد من زمايله، احمد فوزي عامل المرتده السريعه قبل ما يرجع يتمركز محمد يوسف وخالد بيبو وصديق في وسط ملعبهم، انما كانت جامده. ادي الاستلام مره ثانيه، احمد صديق لمحمد يوسف، اراها عادل مصطفى يرجع بيها يا ولد يا محمد يا يوسف على خالد بيبو، بوش رجله الخارجي اماميه، انما طالع احمد فوزي وضربة حرة يديها سمير عثمان لصالح أحمد فوزي. مباراة جميلة قوي، إجوان موجودة، تحركات موجودة، لمحات فنية من اللعيبة موجودة برضو. آدي خطأ من معتز بالله إينو، هشام حنفي كان هيستغلها ويجيب جون خامس. وليد صلاح الدين يا ولد يا وليد، وليد وليد بتاع زمان، أمير الموهوبين، أمير الموهوبين وليد صلاح الدين يا ولد يا وليد. وهي جياله عارف هيعمل إيه، وهي جياله في السكة واخد القرار. 4-2 يبقى وليد صلاح الدين وأحمد بلال، والناحية التانية رباعية خالد بيبو وإسلام الشاطر وحسين شكري. بيبو كان سجل جونين، إسلام الشاطر جايب جون، وحسين شكري جايب هدف من الأربعة. 6 جوان لغاية دلوقتي. ولسه كنت بقول لحضراتكم إن لعيبة النادي الأهلي بيقدموا مباراة شكلها حلو يا ولد. تاني وليد وبعدين أسامة حسني، 4-3 أسامة حسني يكمل كده ويقرب النتيجة عشان يبقى فارق جون بعد ما تألق وليد صلاح الدين سواء بالجون اللي جابه أو التمريرة اللي عملها بلسم لأسامة حسني خلصانة بشياكة يا أسامة يسجل الهدف الثالث. يبقى 4-3، 4 للأزرق وثلاث تجوان أسامة حسني وليد صلاح الدين وبلال للأحمر لغاية دلوقتي. وقلت الأربع تجوان بتوع الأزرق منهم ثنائية البيبو اللي معاه الكورة يا ولد يا لعيب، يخطفها خالد بيبو. في لعيبة كده بتاعت خماسي يعني، وهم بيلعبوا في الملعب الـ11 كنت تلاقيهم يخطفوا يوم كده يروحوا يلعبوا خماسي، منهم خالد بيبو، منهم وليد صلاح الدين، منهم هشام حنفي. كل اللعيبة اللي قدامنا دي، كل اللعيبة دي لعيبة خماسي، حاجة تفرح. خرجت بره إلى تماس، خارج الملعب تبقى ركلة مرمى. أمير عبد الحميد هيلعب، تتلعب تاني خطيرة، إسلام الشاطر يا ولد يا ولد يا لعيب يا إسلام يا شاطر. كده 6-3 كانوا مغلطيننا في جون لعيبة الأزرق. أدي إسلام الشاطر جونين، خالد بيبو جاب جون، حسين شكري كان سجل هدف. تتلعب الكرة تاني أحمد بلال، 6-3 الأزرق متقدم بـ6 جوان. ملعوبة تاني لأحمد فوزي. أحداث الشوط التاني من المباراة الاستعراضية، نجوم النادي الأهلي القدامى. وليد صلاح الدين عاوز يلعبها لبلال، انما هشام حنفي يضغط مع شادي محمد، شادي احمد السيد ياخدها وطالع وزايد، هشام حنفي من جديد، خالد بيبو الى هشام، ملعوبة تاني هناك عند شادي محمد.
وليد صلاح الدين الى أسامة حسني، عاوز يعملها بكعبه، انما دي شادي واحد من السته او من الست جوان اللي جابوهم الازرق لشادي محمد، هو اللي كان واقع مننا. ادي جميله يا ولد يا ولد يا ولد يا هشام يا حنفي، تمريره حلوه من حسين شكري عشان يبقى سبعه للازرق ثلاثه للاحمر اللي قلنا قربوا النتيجه، ولكن اتسع الفارق مره ثانيه. يبقى الازرق لغايه دلوقتي مسجل سبعة تجوان، ثنائيه لبيبو، ثنائيه لاسلام الشاطر، حسين شكري وشادي محمد وهشام حنفي بيختتم السبع تجوان اللي بنتكلم عليهم. ياخدها زكريا ناصف، احمد بلال الى اسامه حسني، زكريا من جديد، ثلاث نقلات هناك عند احمد بلال، ولكن مد فاول سمير عثمان عند زكريا ناصف واسامه حسني، يلعبها لوليد صلاح، يحجز حلو وليد، وليد زكريا ناصف يسدد، ولكن خالد بيبو يرجع يقدم خدماته الدفاعيه ويعمل بلوك قدام زكريا ناصف، وتبقى تماس للاحمر، ركله تماس، يلعب على طول زكريا، بلال، اسامه حسني، استلم اسامه حسني، يرجعها تاني لزكريا ناصف اللي راح له على جنب عند وليد، عاوز يلف بيه شادي محمد، وتسديده يا ولد يا لعيب. ادي الجون الرابع، 7-4. الجون الرابع 7-4 دلوقتي، أسامة حسني بيسجل هدف للأحمر، ترجع ورا لحسين شكري، 7-4، 11 جون، يعني مباراة بقول لحضراتكم حافلة بالأهداف، اللعيبة كلهم فكرونا بوجودهم في الملعب. أسامة حسني واحد من هداف النادي الأهلي وممكن يجيب الخامس، إنما تمر بجوار القايم على شمال أمير عبد الحميد، ياخد منها ضربة ركنية أسامة حسني، وليد جاب جون من الأربعة، وبلال جاب جون، تتلعب تاني من وليد إلى بلال لوليد، ممكن وليد يسجل، إنما تطلع بره إلى ركنية، ضربة ركنية، أسامة حسني هو اللي رايح يلعبها، واقف قدامه حسين شكري، أسامة هيشيلها عالية هناك عند أحمد بلال، يوقف على صدره ويحطها قدامه على الأرض جنبه أحمد السيد وزكريا ناصف اللي ممسوك من أحمد صديق، فعلا يفك صديق، زكريا، جول يا زكريا، جول لزيكو، زكريا ناصف يقرب النتيجة مرة تاني، وادي خماسية سجلوها الأحمر، 7-5، 7-5، عايزين ورقتين نكتب الاجوان، 7 للازرق و5 للاحمر. زكريا ناصف بيجيب جون، ادي الكابتن سمير عثمان بيراجع يمكن كده الاهداف مع الفرقتين، معاك كابتن شريف صلاح الدين حكمنا الدولي السابق موجود النهارده اللي بيحكموا المباراه الاستعراضيه، نجوم النادي الاهلي القدامى في احتفالات نصر اكتوبر المجيد. ادي عرضيه احمد السيد يلحقها قبل ما تروح لخالد بيبو، 7-5، بلال، بلال، اسامه حسني فاتح له الملعب، يستلم اسامه، اسامه لاحمد السيد، استلام من احمد السيد وجنبه احمد بلال، يلعبها عند زكريا ناصف، نزل من بره اسلام الشاطر، وليد صلاح الدين، قربت النتيجه، قربت النتيجه، زكريا، وليد ممكن، انما يرجع امير عبد الحميد ويحل على طول المشكله لزمايله. اسلام الشاطر 2-1، اسلام وحسين شكري بقى 3-1، معاهم بيبو، معاهم بيبو، حسين، اسلام جنبه خالد بيبو، انما احمد بلال يرجع لورا تاني، حسين شكري يجلف اللعبه اللي فاتت، هشام حنفي يحطها كويس عند اسلام الشاطر، اسلام بينيه خطيره يا ولد يا لعيب، حلوه الجمله، حلوه الحكايه من اولها، انما تترد تاني، احمد السيد يلعبها، زكريا ناصف يعدي من اسلام الشاطر واحده كده من اللي بتعجب الجماهير، انما اسامه حسني عاوز يعدي بيها وتطلع بره الى ضربه ركنيه. حماس بين اللعيبه في الملعب حاجه جميله، وبقول لحضراتكم بعد ما النتيجه كان فرق كده اكتر من 3-4 تجوان، الاحمر متاخر، قربوا النتيجه تاني الفارق جونين، وليد صلاح الدين وبلال واسامه حسني ومعاهم زكريا ناصف، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة، إسلام الشاطر، نجوم الأزرق هاجمين رايحين
للثامن هيسجله، انما اسلام الشاطر يطلعها بره الملعب. محاوله هجوميه تترد تاني، عادل مصطفى هيستلم الى احمد بلال، احمد بلال بوش رجله لوليد، لعادل مصطفى، وليد صلاح الدين، وليد، انما تهرب منه الكوره، شريف عبد الفضيل ياخدها ويلعب لخالد بيبو، خالد بيبو عند هشام حنفي، انما في العارضه شكلها حلو، شكلها حلو يا هشام، تطلع بره بعد ما جت في عارضه احمد فوزي في هجمه في منتهى الجمال والروعه من نصيب الازرق وتسديده هشام حنفي. والله زمان يا هشام، والله زمان يا هشام. وليد صلاح الدين مره ثانيه من جديد، وليد الى زكريا، يا سلام على الجمله، يا سلام على الجون، يا سلام عليك يا زكريا، يا سلام يا بلال. وهجمه ثلاثي اضواء ال 18 في اللعبه اللي فاتت، زكريا ووليد وبلال يسجلوا ويقربوا النتيجه. فارق جون دلوقتي 7-6. ترجع لورا عند خالد بيبو، محمد يوسف اماميه لبلال، واحد من اللي سجلوا النهارده احمد بلال. هنقول بقى اللي سجلوا واللي ما سجلوش لان الاجوان كتير، 13 جون. الاحمر عاوز يعدل النتيجه، الازرق متقدم 7-6 للاحمر، هي لقاءات الخماسي كده، نتيجه عاديه يا جماعه. الارقام دي في الخماسي مفيش اي مشكله، في الخماسي مفيش اي مشكله. احمد السيد يستلم من احمد فوزي الى عادل مصطفى اللي بيقرب منه عماره، عماره، هنشوف الكابتن سمير عثمان هيعمل اسقاط، نزل عماره من بره وبيعمل اسقاط عند هشام حنفي. محمد يوسف يستلم الى هشام عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل بوش رجله قصيره لخالد بيبو، خالد بيبو عاوز يعمل عرضيه هناك في الناحيه العكسيه ولكن ما كانش حد مكمل معاه. ياخدها احمد فوزي من جديد الى عادل مصطفى، وليد صلاح الدين يرفعها هناك عند محمد عماره، تطلع بره الى تماس. ملعوبه تاني من عادل، عاوز يحطها لزكريا ناصف ولكن فاول. محمد عماره يستلم، بيقربوا من التعادل، وليد في القايم، يا ولد هارد لك اللعبه اللي فاتت. وليد صلاح الدين خطيره من وليد، انما القايم بتاع امير عبد الحميد هو اللي يتعامل مع الكوره. عادل مصطفى، عادل تخبط برضه في اسلام الشاطر وخارج الخطوط. يلعب على طول احمد السيد لوليد، عاوز يحطها لزكريا ناصف مقطوعه، هجمه في منتهى الخطوره، 3-2 اسلام وبيبو وهشام، وراجع عماره وعادل مصطفى يحطها خالد بيبو، عاوز يحطها بين رجلين احمد فوزي ولكن قفل كويس قوي فوزي وتطلع بره. عبد الفضيل من جديد، شريف عبد الفضيل بيمرر، شريف يعني اتلخم كده اكن بيلعبها للكابتن شريف صلاح الدين المساعد. محمد يوسف مقطوع الكوره ومعاها صفاره نهايه المباراه، المباراه الاستعراضيه الكبيره اللي كانت بين قدامى ونجوم النادي الاهلي بفوز الفريق الازرق على الفريق الاحمر بسبع اهداف مقابل 6 اهداف. اللي بقول لحضراتكم النهارده الصاله المغطاه بالنادي الاهلي بالجزيره بتستضيف المباراه اللي كنا بنتابعها مع حضراتكم ضمن احتفالات النادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته بنصر اكتوبر المجيد. ان شاء الله تكون مصر دائما وابدا في اعياد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اتمتعنا النهارده في وجود ايضا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي موجود في مقصوره الصالة المغطاة، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي السيد العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي، والسيد خالد الدرندلي، وباقي أعضاء مجلس الإدارة مع قيادات القوات المسلحة اللي بيشرفونا. هنروح للكابتن أيمن شوقي في الاستوديو التحليلي وإن شاء الله نلقاكم في أوقات أخرى. تحياتي، إلى اللقاء.